الله أكبر. تعالت الأصوات والزغاريد في بنغازي فرحا باسترجاع الجيش الليبي ما يقارب 90% من بنغازي التي كانت أجزاء كبيرة منها تخضع لسيطرة الميليشيات المتطرفة، ومنها مناطق الكويفية، بودريزا وحي السلام ومنطقة المساكن، كما تمكن من السيطرة على الجزء الشرقي من المدينة وسط أنباء عن تمركز وحدات الجيش في مناطق حساسة داخل مدينة بنغازي، فيما قام الجيش باستهداف تجمعات تابعة لأحد قادة درع ليبيا وأنصار الشريعة. دم الشهداء نايف جي شباب. وكان الجيش الليبي قد سيطر على أحد أكبر معاقل المجموعات المسلحة في بنغازي غداة تعزيز القوات الحكومية تقدمها في المدينة. ميدانيا تجددت الاشتباكات في محيط منطقة ككلا في الجبل الغربي أقصى غربي ليبيا، كما في منطقة راس عبيدة الواقعة بين السلماني الغربي وسيدي حسين وسط بنغازي، كما سمعت أصوات رماية وتبادل كثيف لإطلاق النار في شارع 20 ومن داخل حديقة الإجلاء في المنطقة. في هذه الأثناء أعلنت غرفة العمليات العسكرية بالمنطقة الغربية الليبية في تعميم لها اليوم، أعلنت الميناء والمطار والمقارة التابعة لما يعرف بفجر ليبيا في مدينة مصراتة أهدافا عسكرية، وستقوم طائرة السلاح الجوي بقصفها. ونفذ الطيران الحربي الليبي غارات جوية على تجمع لميليشيات فجر ليبيا المتطرفة، حيث قام باستهداف مخازن للذخيرة جنوب قرية الزنتان، فيما ذكرت مصادر عسكرية أن قوات الجيش حققت تقدما ميدانيا على محور جبهة راس اللفع ولغانا. وبحسب مصادر للعربية فإن مجلس النواب بدأ في إجراء ترتيبات لعقد جلساته في مقره الفعلي في بنغازي، والتي تبعد نحو 400 كيلومتر عن مدينة طبرق مقر انعقاد المجلس حاليا. زينب خرفاتي، العربية.